السلام عليكم، ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا مش وصفه، النهارده الفيديو بتاعنا ازاي نفرز البسله من السنه للسنه وتفضل معانا طازه كأن احنا لسه شارينا لحد اخر كيس. الطريقه دي حلوه جدا جدا ومضمونه، انا ماشيه عليها وبعتمدها بقالي سنين كتير قوي، ما بعملش غير الطريقه دي. لما تجربي الطريقه دي مش هتعتمدي اي طريقه تانية، هتعتمدي الطريقه دي لان هي كل مره انا بخرج فيها كيس بسله من الفريزر بيكون معايا طازه كاني لسه شارياها ومفصصاها حالا، يعني تبقى حلوه جدا وما بتكشش ابدا ولونها ما بيتغيرش، عكس لونها بيفضل زي ما هو وبيبقى بيديني نتيجه افضل كمان، لان الطريقه اللي بنعملها دي بتخلي اللون بتاعها احلى كتير كمان، هتفضل معاكي من السنه للسنه. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا وهتعتمديها بأمر الله. تابع الفيديو وشوف احنا عملناها ازاي. بسم الله يا امارات، نبدأ مع بعض على طول نشوف هنعمل ايه مع بعض. مبدئيا كده اول ما بنجيب البسله بتاعتنا بنقعد نفصصها على طول، ما بنسيبهاش فتره طويله لان لو سيبناها فتره طويله بتبوظ، فاول ما بنجيبها بنقعد نفصصها او نفرطها بالشكل ده كده، ولو فيها اي حاجه مش تمام بنشيلها، يعني فيها واحده بايظه فيها واحده صغيره قوي، الحاجات اللي مش تمام دي بنشيلها علشان خاطر بعد ما نجهزها تكون جاهزه ان احنا نفرزها على طول، ما يكونش فيها اي حاجه مش كويسه، فكده البسله بتاعتي بتكون جاهزه ان انا هشتغل فيها. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اثناء ما انا بجهز البسله بكون حاطه حله ميه على النار علشان تغلي، جنبي حله ميه ساقعه متلجه، يعني لو عندك ميه في التلاجه بزياده انزلي فيها، ما عندكيش ميه ساقعه جدا من الحنفيه ويستحسن لو فيها قطع تلج، تمام؟ مفيش قطع تلج يبقى ميه ساقعه، بيكونوا الحالتين جاهزين عندي. اشتغل فيها بقى، نشوف هنشتغل فيها ازاي. الميه بتاعتي يا بنات بعد ما بتسخن كويس جدا بنزل بالبسله بتاعتي في قلب الميه، تمام؟ انا بسيبها في الميه، احنا كلنا شفنا لون البسله قبل ما اعملها، ده لونها قبل ما اسيبها في الميه، هسيبها في الميه معايا حوالي من 5 لـ7 دقائق، من 5 لـ7 دقائق يا بنات على النار لحد ما اللون بتاعها يبقى اخضر خالص. اللون بتاعها ساعه ما بتقعد فتره على النار بيتحول لاخضر اكتر من كده، بيبقى لونه زاهي قوي، خضاره زاهي قوي. هنشوف الفرق بعد ما هتفضل على النار، يعني انا هسيبها من 5 لـ7 دقائق على النار لحد ما اللون بتاعها يتغير معايا ويبقى لونها زاهي قوي. هنرجع نشوف بقى احنا المفروض هنعمل لها ايه والمفروض ان هي يكون شكلها عامل ازاي. بعد ما بتوصل معايا للون ده يا بنات خلاص كده بتكون جاهزه معايا 7 دقائق بالظبط يا بنات على النار، ما تسيبيهاش اكتر من كده، انا عايزاها تنفش معايا بالشكل ده كده، مش عايزاها اكتر من كده، ما تسيبيهاش اكتر من كده في الميه السخنه. اول ما توصل معاكي لدرجه اللون دي وللنفشان ده كده خلاص بتكون جاهزه معايا، بكون مجهزه حله ميه ساقعه متلجه زي ما قلنا، وبعد كده هنصفي الميه السخنه من البسله وننزلها في ميه ساقعه مباشره. بعد ما بتكون وصلت معايا للدرجه دي الساقعه بتاعتي يا بنات خلاص كده اول ما بتبرد خالص بقى معايا، بعد ما بنزل بيها في الميه الساقعه هنصفيها من الميه بتاعتنا وبتكون كده البسله بتاعتي جاهزه، نبدا نشتغل في الجزر بتاعنا. بعد كده بنبدا نشتغل في الجزر بتاعنا يا بنات، بنقطعه الحجم اللي انت عايزاه، تمام؟ كده بيكون متقطع معانا بعد ما قشرناه وجهزناه وغسلناه، بيكون كده جاهز معايا زي ما عملت في البسله بالظبط يا بنات. بعمل في الجزر يعني بعد ما بجهز الجزر بتاعي بجيب بجهز ميه سخنه برده بتغلي على النار وبنزل بالجزر بتاعي في الميه السخنه نفس الـ7 دقائق بالظبط، بسيبه برده 7 دقائق بالظبط على النار، وبعد كده بنزل فيه بنزل عليه بميه ساقعه متلجه واستنى لحد ما يبرد خالص وبيكون كده جاهز معايا. ده شكله معايا قبل ما هعمله، هوريه لكم بعد ما هيتعمل هيكون عامل ازاي. كده الجزر بتاعي هو كمان جاهز، بيبقى معايا باللون ده كده، اول ما بيوصل لدرجه اللون دي خلاص بيكون كده جاهز معايا بعد ما بحطه في الميه السخنه، وبعد كده بخرج احطه في الميه الساقعه. خلاص انا كده البسله بتاعتي جاهزه والجزر بتاعي جاهز، هعمل فيهم ايه بقى بعد كده؟ معايا اكياس اللبن العاديه اللي احنا بنحط فيها اللبن دي، بتحطي فيها الكميه اللي انت عايزاها، يعني شوفي استخدامك في الطبخ قد ايه، بسله على جزر. انا لما باجي افرزهم بحط البسله على الجزر الاثنين مع بعض، لو انت مش بتحبي تعملي كده تقدري تفرزي كل حاجه لوحدها، لكن انا بسهل على نفسي وبحط الطبخه بتاعتي جزر على بسله في نفس الكيسه، بيبقوا في تفريزه واحده بحيث ان انا اخرجها من الفريزر على الطبخه على طول، ما اقعدش ادور على كل حاجه لوحدها، وفي نفس الوقت بتظبط معايا في المكان وفي الرص بتاعي عشان خاطر ما تاخدش معايا مساحه كبيره، تمام؟ بنشوف بقى الكميه بتاعتنا اللي احنا عايزينها بنحطها معانا في الكيسه بتاعتنا. قبل ما هفرزهم هوريكم الفرق ما بين البسله والجزر عندي قبل ما اشتغل فيهم، دي البسله قبل ما اشتغل فيها ودي بعد ما عملتها، وده الجزر قبل ما اشتغل فيه وده بعد ما عملته، بيبقى معايا ده الاختلاف في الفرق في اللون معانا عشان تبقوا عارفين درجه اللون اللي انتوا هتوصلوا لها. كده خلاص البسله والجزر بتوعي جاهزين، هبدا افرزهم. الطريقه دي اضمن طريقه تفرزي بيها البسله وتفضل معاكي من السنه للسنه،
انا عن نفسي بعملها كده بقالي سنين، يعني يمكن من احسن الحاجات اللي بفرزها عندي في الثلاجه وتفضل معايا من السنه للسنه من غير ما احس باي فرق فيها هي البسله. الطريقه دي حلوه جدا جدا، بتخرجيها كانك لسه شارياها، يعني بتخرج من الفريزر بتفك معاكي، ساعه ما بتنزل على النار بتبقى كانها لسه شارياها، يعني كاني لسه مفرطاها طازه. الطرق الثانيه بتخليها تكش، وفي طرق بتخليها ما بتبقاش نفس لون الخضار ده، بتبقى مكرمشه. لا، انت لما بتعمليها بالطريقه دي بتفضل بالشكل ده معاكي حتى بعد ما بتقعد من السنه للسنه في الثلاجه. انا هفرز الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده كده واوريها لكم عامله ازاي. بنعمل الكميه بتاعتنا كلها بنات بالشكل ده كده، ونبدا نرصها في الفريزر وبنخرجها وقت ما احنا بنعوزها في اي وقت في السنه، لحد ما هيطلع معاكي البسله في الموسم اللي بعده بتفضل زي ما هي. جربي الطريقه دي حلوه جدا جدا على ضمانتي، هتحبيها جدا، هتدعيلي بصراحه في كل كيس هتخرجيه تشتغلي فيه. هي متعبه شويه لكن هي من افضل الطرق اللي ممكن تفرزي بيها البسله. جربيها هتعجبك ان شاء الله باذن الله، هتعتمد الطريقه دي، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.